أظن في بنات بتموت. طبعا اظن. استاذه مها عايزه تسال حضرتك سؤال، اتفضلي يا مها. مساء الخير يا دكتوره، ازي حضرتك الاول؟ شكرا جزيلا لكل المجهود طبعا المبذول، وربنا يعني يخليكي لينا والقياده السياسيه وكمان الحكومه. الحقيقه يعني احنا النهارده سعده جدا، وحقيقي كل شويه بنحقق انجاز جديد للمراه المصريه كمان لوطننا. بس اسمح لي يا دكتوره، احنا عرفنا ان في اخبار يعني موجوده في الاعلام انه تم الموافقه بشكل نهائي على قانون الاحوال الشخصيه، لكن مش قادرين نحصل على هذه التعديلات، انه نسخه قانون اللي تم التعديل ليها. استاذه مها، الموافقه حصلت بالفعل على القانون، في كثير من التعديلات ان شاء الله هتعلن عن قريب، ولكن انا مش عايزه اقول اي حاجه في الاعلام الا لما زي ما انت قلتي كده معانا النسخه النهائيه. وعايزه اطمنك واطمن الكثير من السيدات ان والاسر المصريه والاطفال، وان شاء الله القانون يطلع قانون منصف، قانون حافظ على حقوق سيدات مصر، وحافظ على حقوق اطفالها، وحافظ على كيان الاسره المصريه. وخلينا بس نستنى لما يطلع النسخه، انا واعده استاذه لميس ان شاء الله اول مناقشه احنا كلنا منتظرينه. طب كمان الدكتوره أميمة عايزه تسال حضرتك سؤال. دكتوره أميمة، انا بشكر حضرتك جدا، لان انا عارفه ان انت اللي ورا الموضوع ده، فبشكرك لحماسك، لان الحقيقه العاده دي عاده سيئه، انا بحس دايما انها وصمه عار للمصريين يعني. بس كنت عايز اسال حضرتك عن موضوع العاهه المستديمه. انا شايفه الموضوع ده ممكن يعمل لنا مشاكل، لان انا عشان اثبت ان ده عاهه مستديمه لازم احول البنت للطب الشرعي. فانا يعني كان كفايه ان احنا نقول يا اما ان هي هيجازى لان عمل الفعل ده، او ان هي ماتت فهتبقى فيها 10 سنين. حكايه العاهه المستديمه دي بتبقى فيها صعوبه شويه، وانا حضرتك عارفه ان انا طبيبه، انك تثبتيها صعبه، وانك تحولي البنت الصغيره دي لطب شرعي هتبقى مش حلوه، وهتبقى فيها تسويف شويه في القضاء. اتحولنا لطب شرعي، طب تقرير الطب الشرعي اتاخر. يعني بصراحه انا مش موافقه على حكايه العاهه المستديمه دي، وبالذات ان انت صعب تثبتي انها عاهه مستديمه. يعني انا موافقه قوي قوي على ان انا وصفت الوصف الاولاني، قطع تعديل ده هايل. يعني لكن حكايه بقى العاهه المستديمه دي انا مش موافقه عليها. هل الختان نفسه مش بيعمل عاهه مستديمه يا دكتوره مايا؟ الختان نفسه عاهه. انا مع الدكتوره أميمة ان الختان في حد ذاته بالظبط. وعشان كده يا دكتوره أميمة احنا محطوط في الاول سطر في الـ القانون مبرر طبي. لا ده احنا شلنا مبرر طبي، الحمد لله الانجاز ان احنا شلنا مبرر طبي. اجرى ختانا لانثى بازاله جزء من اعضائها التناسليه، او سوى او عدل او شوه او الحق اصابات بتلك الاعضاء. فحضرتك احنا الشرح ده يعني حتى لو موجوده عاهه مستديمه، يعني هو عدى بكل الحاجات ديت قبل ما توصل لعاهه مستديمه. فهي الفكره ان احنا كنا يعني عارفه انت بتفاوضي طول الوقت، عماله تفاوضي حاجات طبعا، انما وجودها احنا وجودها في المكان احنا عايزين نقول للناس ان بتصل الى عاهه مستديمه. بس عارفه حضرتك الكلمه دي هتعلق في دماغ الناس اكتر من ان انت بس يعني ما انا فاهمه. بس اتفضلي دكتوره أميمة. يعني انا مثلا لو انا طبيب هقعد اقول لك طب اثبتي ان انا عملت عاهه مستديمه، تعالي نروح بقى الطب الشرعي ونثبت احنا الاثنين مين بقى. فاهماني انت فتحتي سكه لشويه تسويف. وكمان انا بحب البنات الصغيرين دول فعلا بيبقوا يعني حساسين جدا، ليه انا اعرضها انها تروح طب شرعي وتتكشف عند دكتور وده راح يعني وده جه؟ يعني فكره كلمه عاهه مستديمه ما هو هياخد 7 سنين. هو كده كده هياخد، عارفه ما تقولي كده انت الاساس بتاعه ايه، بتاع القضيه ايه، لمده لا تقل عن 7 سنوات. خلي بال حضرتك مش 7 سنوات ولا تتجاوز 7 سنوات زي القانون القديم، هي لا تقل عن 7 سنوات. فالحكم كمان زاد مش قل. وطبعا هتبقى في ايد القاضي توقيع اقصى عقوبه في كل الاحوال. انما كلمه عاهه مستديمه عشان برضو تخلق الامبريشن او تخلق الانطباع عند اللي بيسمعها. انما انا مع حضرتك طبعا ان ممكن يكون في صعوبه في الاثبات في الاثبات بتاعها، وناخد البنت للطب الشرعي تبقى عاهه مستديمه صراحه يعني.